السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان في الولايات المتحدة الأمريكية، مكتب حقوى والناس. الأثر الأقوى في تطور صحة الإنسان، رسالتنا إلى العالم ولكم جميعا أخي المشاهد وأختي المشاهد، حبا لكم أخا لكم. رسالتنا أدعو الله تعالى جل جلاله أن يبعد عن العالم كل المعاناة البشرية من النزاعات والاقتتال والحروب المدمرة بين البشر وجميع المعاناة التي يمر بها كل إنسان، الفقير والغني، من التقلبات والاختلال الجسدية والعاطفية والعقلية والروحية، وكل ما يعتقده الإنسان بما يسمى مرض، سواء موسمية أو مستعصية والأوبئة بجميع أنواعها وأشكالها. ويجعل الله تعالى جائحة فيروس كوفيد المستجد رمزا لهذا الحادث التاريخي، وتعود الحياة أفضل بكثير عما كانت عليها قبل هذا الوباء، بل أفضل بكثير. يعوم هذا الخير على الأمة البشرية أجمع دون أي قصر أو تمييز. العالم ما زال فيه الكثير من الخير، فهناك آمال كبيرة للغاية نحو انتهاء كل المعاناة البشرية على هذه الكرة الأرضية. لا أتحدث كمتنبي لأنني ضد مثل هذه الإدعاءات، بل بما أنعم الله البشرية بهذه النعمة الربانية حول ما تحملها هذه المادة الطاهرة، هذا السائل الرباني. الذي جعله الله تعالى سببا في المصدر الوحيد في خلق وتكوين كل كائن بشري، والمصدر الوحيد في كل الكائنات الحية على هذه الكرة الأرضية بأكملها من دون أي استثناء أو تمييز، بإرادة من الله تعالى ستنتشر مشاريع حقوى والناس تخدم كل فئات ومستويات البشرية في جميع مدن ودول العالم. أرجو كل من نال نصيبه في استلام وقراءة هذه الرسالة والإيمان بما تحتويها، الاحتفاظ بها في كل مكان. آمن. حيث ستكون برهانا لك ولكل معارفك في تلك اليوم الذي سيشهد فيه العالم هذا الحدث العالمي التاريخي الكبير لم يسبق له في تاريخ البشرية، وستكون أنت سيدي أخي المحبة فخور، وأنت سيدتي أختي المحبة فخورة.
أنك تواصلت مع من أنعم الله تعالى هذا الإلهام والثقة التامة لنفعها على الأمة البشرية أجمع من دون أي قيد أو استثناء أو تمييز. فقط اللهم إنسان خلقه الله بإذن الله تعالى مالك الملك وتوفيقه، فقط أصبر وشاهد. أشكر كل من دعم مبادرتنا بشكل مستمر الذي يعد جرعة نحو مواصلة هذا المصير. اللهم آمين. أخوكم ومحبكم حب الله فيكم أخا لكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، مكتشف ومؤسس الطب الهاكواباثي، علاج الهاكوا ريفيتالايز بالمصطلح العام، العلاج بالماء الساخن، الولايات المتحدة الأمريكية. يرجى الإعجاب والاشتراك والنشر وتقديم تجربتك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.